تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى، لا أول مرة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صحة وسعادة. عاد سامحوني أنا اليوم مدودة بسولف والمايك آخر الدنيا، ما أدري منو اللي كان مقدم قبلي في الاستوديو وحاط المايك هناك، ما له علاقة في المكان هذاك. عموما أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا أرقام التواصل معنا مستمعين على 4006 للرسائل النصية و 600-55-1414 انزين 600-55-1414 للتواصل والاتصال معنا. عموما هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا معي في هذه الحلقة يعني في التقديم الزميل فيصل بن فارس. صباحك الله بالخير فيصل. صباحك الله بالخير محمود، أهلا وسهلا. عاد شفت المايك وين؟ والله مستغربت أنا صراحة كيف هناك يعني. عموما وفي الإخراج معانا عيسى سبيل، هو اللي نبهنا على موضوع المايك، وأيضا معانا منو عيسى؟ نو ناصر محمد سليم بعد معانا كذلك في الاستوديو كمساعد مخرج، صح؟ يا سلام عليك يا ناصر، وإن شاء الله نشوفك مخرج كبير يا رب. عموما مستمعينا يعني ناخذكم في جولة سريعة على بعض الأخبار، لكن قبل ذلك عندنا إعلانات معينة لازم نذكرها، اللي هي أول شيء شو عندنا محمود؟ يستمر معرض همز مي حتى 3/11/2016. هذا المعرض انطلق البارحة، اليوم بيكون أيضا في دبي، وباكر ورا باكر بيكون في أبوظبي. يعني هو هالمعرض مقسم يومين في دبي يومين في أبوظبي. نعم. أيضا مستمعينا، واحد من الإعلانات المهمة اللي نذكركم فيها كل يوم لين نهاية الموعد، التأمين الصحي يا جماعة الخير 31/12/2016 تنتهي المهلة التي تم تمديدها لتصحيح أوضاع العمالة التي تتواجد عندكم في المنازل. فاللي عنده عمالة منزلية يجب عليه أن يؤمنهم. 31/12 هنالك مخالفات سوف تترتب على عدم إصدار شهادات التأمين لهذه العمالة. نعم محمود، أيضا في هناك إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة وياك، هاي مبادرة من مبادرات هيئة الصحة بدبي، وأيضا هناك تحديث جديد على تطبيق طفلي، وهناك في خصائص جديدة بتكون موجودة في التطبيق أيضا. إذن يعني وياك هذه تستهدف، مبادرة تستهدف 170 عيادة مدرسية في القطاع الخاص بدبي، وهذه ضمن جهود الهيئة لتطبيق أفضل المعايير والممارسات الطبية المتعلقة بالصحة وسلامة الطلبة. صحيح محمود. إذن هذه الإعلانات اللي نحن قلنا ما نأخذكم فيها على السريع، ولكن أخبارنا اللي متعودين عليها نبتدي فيها البرنامج. عندنا أول خبر يقول شو فيصل؟ شخير الأطفال. شخير الأطفال يدل على إصابتهم بمشكلات سلوكية. يقول لك أظهرت نتائج دراسة جديدة دامت عدة سنوات أن الأطفال الذين يشخرون عند النوم أكثر إصابة بمشكلات السلوك والانتباه وفرط النشاط من نظرائهم الذين لا يعانون من هذه الحالة. فقد وجد الباحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية بعد متابعة 229 طفل من سن السادسة إلى 17 لمدة 4 سنوات محمود، أن الأطفال الذين يشخرون تعرضوا لإصابة بحالة من الفرط، فرط النشاط والشقاوة 4 مرات على الأقل.
مما يعني أن الشخير في فترات مبكرة من الحياة يساعد في التنبؤ عن فرصة الإصابة بمشكلات سلوكية جديدة أو زيادة الإصابات الموجودة أصلا بعد 4 سنوات. على طاري فرط النشاط والحركة، تعرف فليكس هذا اللي حصل 25 ميدالية أولمبية، هي السباح الأمريكي المعروف، هذا طال عمره كان يعاني من فرط النشاط والحركة وهو صغير، فالدكتور اللي كان يعالجه نصح أمه قال حطيه في المسبح خليه يطلع النشاط هذا اللي عنده، سبحان الله صار بطل العالم أكثر في أكثر واحد حصل ميداليات على ما أظن على عبر التاريخ، يعني بالضبط، فصار يعني البطل الأولمبي في هذا المجال. عموما التعرض للضوء ليلا قد يؤدي إلى الهرم وهشاشة العظام. أجرى فريق أبحاث هولندي دراسة على الفئران من أجل فحص تأثيرات تعرضها للضوء ليلا، وربطت الدراسة بين التعرض الكثيف للضوء أثناء النوم وبين العديد من الأمراض، وحذر الباحثون من أن عدم التعرض للضوء نهارا هو أيضا مضر بالصحة، ويقول لك النوم سلطان، وهذه الأمثال الشعبية يعني تحضن على النوم من وقت وأيضا النش من وقت. يمكن هذه الحكم تحمل الكثير من الصحة يعني فيما يخص النوم المبكر ليلا والاستيقاظ المبكر وقت يعني مع شروق الشمس. الالتزام بهذا على حسب الدراسات يقول أن الالتزام بها يجنب الجسم التعرض الزائد للإضاءة ليلا، كما أنه يعطي أطول فترة تعرض ممكنة للإضاءة بعد الاستيقاظ، وهو ما أكدته هذه الدراسة التي ربطت بين التعرض للضوء ليلا وبين العديد من المشاكل الصحية مثل السرطان، ضعف المناعة، والهرم مبكرا، وغيرها من الأمراض. سبحان الله محمود، تعرف أنت هرمنا تعرف محمود أن مثل يعني مثل الحين الإضاءة، أنت سبحان الله نام في وأنت في غرفة مظلمة ونام في غرفة مضاءة، في فرق أكيد في حتى في جودة النوم نفسه. الدراسات حتى اللي يتكلمون في علم الطاقة وكذا كانوا يتحدثون عن أن حتى غرفة النوم يجب أن تكون للنوم فقط، حط أجهزتك، موبايلاتك، تلفزيون وما أدري كذا، هذه كلها خارج الغرفة. تدخل غرفة النوم أنك أنت تبغي تنام بس، ما عندك أي شغلة ثانية. والله يعني أعتقد خاصة في التكنولوجيا المتوفرة الآن، أعتقد أن كل الغرف أيضا فيها تلفزيونات وأيضا أكثر عن تلفون يمكن. أنت حاط تاتو على يديك؟ لا 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 ما نحط لا تاتو ولا يعني نشجع عليه، بس عشان مهد حق الخمر. في هناك تحذير بخصوص خطر الوشم محمود، يقول لك قد يسبب لك أمراض خطيرة. حذرت دراسة حديثة نشرتها مجلة شيتون الأمريكية الألمانية من أن مخاطر الوشم على الجسم هي أخطر مما كان يعتقد حتى الآن، كما حذرت وزارة الصحة الألمانية من إمكانية أن تؤدي الندوبة الناتجة عن الوشم للإصابات بأمراض خطيرة مثل السرطان والإيدز، وكما يحذر الأطباء في ألمانيا الراغبين بوشم أجسامهم من هذا الأمر، خاصة إذا ما تم إجراءه في مكان يفتقر للشروط النظافة والرعاية الصحية، أو يستخدم أو يتم استخدام ألوان ملوثة قد تؤدي يعني إلى مشاكل صحية وطبية. جميل. بس نحن ما أعتقد أن عندنا الظاهرة هني في دولة الإمارات. لا والله أنا يعني أنا منصدم الصراحة في وايد في الجيل الجديد هذا الطالع، لا يمشي لك وحاط لك مليون وشم ما أدري وين في ديه ولا في ظهر، عقب تسمعي يسولف يرمز شراتنا إماراتي، تقول أنت مواطن ليش مسوي تاتو هذا، قال تعرف شباب وهذا وحركات. يعني على فكرة في حتى الدراسة تذكر أن أغلب الناس اللي عملوا تاتو وهم في شبابهم وهم صغار، يعني 50% منهم عندما يكبرون يندمون على هذه الممارسة. أنا شفت وايد أجانب يقولون نفس الكلام فيصل، حتى أنت في المجتمع الأجنبي الواحد لما بيحط الشسمة التاتو ما يحط، يعني الأهل يمسكون الموضوع عنه، ما يعطون الصلاحية أن يسوي لين ما يوصل مرحلة من العمر، عقب يقولوا روح إذا تبغى تحط كيف. أعتقد أن هاي يعني مثل موضة وإن شاء الله تنتهي، يعني والله إن شاء الله، لأن يعني هي لا من مجتمعنا لا من ديننا لا من حتى صحيا غلط.
عموما مستمعينا نحن وصلنا إلى الفاصل، بعد الفاصل عندنا مواضيع أخرى ما نطرحها إن شاء الله، وعندنا مداخلات كذلك مع عدد من المدراء في الهيئة. ففاصل وما رجع لكم. صحة وسعادة، أعزائي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. عدنا إليكم مجددا في برنامجكم اليومي صحة وسعادة التي تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي. طبعا حاليا نحن عدنا الكثير من الفقرات التي سوف نتطرق إليها. أعتقد أن في يعني اوكي المكالمه بجاهزه. في عندنا ايضا محمود خلصولف عيل، لا في تعرف انا عندي واحد من الاصدقاء يقول لي انا من بين صلاه المغرب وصلاه العشاء لازم امشي زي ف الرقم. نعم. الرقم ست ارقام حاطن الله يهديك. سبحان الله. محمود، في دراسه تقول ان الأفكار المهمة تولد أثناء المشي. يعني يقولك مثل في هناك كثير من الأوقات أن الإنسان يوم يمشي وبدون تلفون بدون كذا تبتدي تتولد عند الأفكار والإبداع والابتكار. فأنا عندي واحد من الأصدقاء بعد المغرب كل يوم بعد الصلاة يمشي بدون تلفون، إنزين، ويقول أنا هذه هي أفضل يعني ساعة عندي في اليوم أني أصفي ذهني وأبتدي أخطط لمستقبلي ومستقبل أطفالي وفي عملي. هو أيضا تاجر يعني، فمن الجميل أنه تكون هذه عادة دائمة عندنا. والله يعني أنا بقول لك عندي واحد من الشباب يعني استغفر الله، تعرف ما يفكر إلا يعني وأنت بكرامة في بيت الراحة. يعني يقول هذا المكان اللي أطلع فيه بالأفكار اللي، ورجل مبدع يعني، أنا ما بقول اسمه معروف، لكن عنده هذه. فكل واحد عنده ممارسة معينة ممكن من خلالها يقدر إنه يفجر الطاقات اللي موجودة فيه. صحيح، في يعني تقولك أظهرت الدراسات أن الأشخاص يسجلون نتائج أفضل في اختبارات الذكاء والانتباه أثناء أو بعد ممارستهم للتمارين. كما أن المشي بشكل منتظم يؤدي إلى تحفيز تكوين روابط عصبية جديدة بين خلايا الدماغ. فأعتقد أن يعني إن شاء الله تكون المعلومة هاي صحيحة إن شاء الله يا رب. أيضا مستمعينا، نحن إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بتكون عندنا، بنحاول إن شاء الله نسوي مثل مسابقة بسيطة للترويج عن بعض التطبيقات اللي تتواجد عند هيئة الصحة، من ضمنها يعني تطبيق حياتي وطفلي، وهذه التطبيقين شو اللي فيهم من مواضيع، لأن بأمانة يمكن هذه التطبيقين بالتحديد من أحدث باقات الخدمات الذكية اللي قدرت هيئة الصحة أنها تبتكرها. طبعا طفلي بالتحديد هذا اليوم إن شاء الله بنتكلم عنه. ليش؟ لأن هذا التطبيق يعنى بشكل خاص برعاية الأمومة والطفولة وصحة ونشأة الأجيال، ويراقب أيضا بدقة مراحل تكوين الجنين وتطوره في رحم الأم. كذلك فيصل يشخص حالته الصحية وسلامته وصحة الحوامل بوجه عام. محمود، أنا نزلت التطبيق هذا في جايتكس من 10 أيام تقريبا أو أسبوعين. فعلا أن يعني تطبيق جدا سهل استخدامه، في معلومات يعني في جميع باللغتين يعني العربية والإنجليزية. هي طبعا وأيضا يعني في معلومات، أنا كنت يعني بعض الأوقات أدخل وأبحث عن، يعني أنا الحمد لله عندي مولود جديد حين 4 أو 5 شهور. ما شاء الله ما خبرتنا. هاي معلومة جديدة توني أعرفها أنا. فدائما يعني ممكن بعض الأشياء نحن ما نعرف يعني. كم صار لك معانا في الهيئة فيصل؟ أنا الآن بكمل شهرين. يعني قبل ما التحق في الهيئة. نعم. اي ما شاء الله. فكنت انا والام يعني زوجتي كنا دائما ندخل على جوجل وندور ما نعرف.
فالآن فقلت لها، أنا قلت لها عن موضوع التطبيق هذا، بعد المعلومات مو متأكد منها من صحتها من مصدرها، ترى هي تدور شيء وتقول لي وأنا أدور ويطلع شيء نقيض بيطلع. فنحن عندنا معلوماتنا اللي في هيئة الصحة هذه في هذا التطبيق خصوصا، يعني معلومات يعني معتمدة من دكاترة يعني قضوا يعني حياتهم كلها في الجامعات والمستشفيات، ويعطونك الخلاصة علمهم. جميل. يعني هذا يقول لك من خلال هذا التطبيق اللي يوفر مثل ما قلنا جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالطفل حتى بلوغه سن كانوا سنتين الحين أظن خمس سنوات. نعم خمس سنوات. الأم تقدر تعيد جدولة أو إلغاء المواعيد الطبية مع اللي في الهيئة، الحصول على محتوى تثقيفي توعوي مثل ما ذكرت متكامل حول سبل الرعاية من خلال أيضا محتوى مكتوب، وسائل متعددة مثل فيديوهات، مقالات، رسوم متحركة هادفة، كل هذه المواضيع كلها بتحصلونها في هذا التطبيق. أيضا يستطيع كذلك متابعة نمو الجنين وتطور تطوره بشكل أسبوعي في الوقت نفسه. يمكن التطبيق أيضا فيصل السيدات الحوامل من البحث عن مواقع المستشفيات والعيادات الجريبة اللي يقدر الواحد يراجعها خلال الحمل وعند الولادة. تفضل. في محمود أيضا من الأشياء المميزة في هذا التطبيق أنك أنت تقدر تأخذ صور لطفلك ومراحل نموه. يعني أنت لو شفت الأفلام الأجنبية خصوصا الأمريكية، من تحصل في يعني في جانب من الجدار حاطين مقياس للطول وكاتبين هني مثلا يوم كان عمره 3 شهور، يوم كان عمره، يلزقون الصورة هي ويخلونه ليه ما يكبر يعني، ويتم الجدار وبالمقاييس موجودة. صحيح. فالآن نحن في هذا التطبيق تقدر نفس القضية، تقدر تأخذ صور لطفلك وهو يكبر وأنت يعني تحتفظ في هذه الصور، وممكن ترجع لها في يعني في المستقبل. صحيح. وأيضا عندك كذلك من خلال هذا التطبيق تقدر تميز نوعية الأغذية اللي تقدر مو بس الأم تتناولها أثناء فترة الحمل، أيضا بعد الحمل، وشو هي المعلومات الخاصة بكل غذاء، قيمته وفائدته للأم والجنين. ف يعني النظام التغذوي للأثنين. نعم. زين. عاد الحين نحن تكلمنا عن هذه عن هذا التطبيق، وكنا نحاول نتواصل مع وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية عندنا في هيئة الصحة في دبي. إذا ما أدري وليد أنت شو اللي سمعته الحين من الكلام اللي قلناه عن التطبيق. نحن ما شاء الله يعني حاولنا نغطيه قدر الإمكان، بس شو بتعطينا زيادة عن هذا التطبيق؟ والله شوف اللي بعطيك إياه على التطبيق. نحن ما صبحنا عليك، سامحنا يا أخي. صباح الخير وليد. طبعا نور. يا حكم الله. الله يحييك. تفضل وليد. اللي ضفناه جديد في التطبيق عندنا نحن ان الاهل ممكن يشاركونك، مثلا الطفل طبعا بيمر بمراحل. صحيح. يمكن اول يمكن بدا يتجلب، اول مره يبدا يتجلب، يمكن بدا يمشي، فالام تقدر تشارك اللحظات هذه مع اهله، يعني تقدر تسوي له مستخدم، وتقدر تشارك الصور هذه وتكتب ملاحظة تحت ان الطفل بدا يمشي، بدا يزحف، ولا يمكن اول ضحكه، ولا يمكن اول كلمه بدا يزحف. اي ذكرتني مره وليد، واحد متصل في واحد من الشيوخ زين على برنامج مال الافتاء وكذا، فكان يقولها يا اخي يا شيخ ان انا امي ما تقدر تمشي، فهي تزحف على الأرض، فهل هي حكمها من حكم المقعدات؟ فقال لا، لا والله حكمها من شو اسمه، أمك من الزواحف. قال لا. الشيخ ما شاء الله عليه يعني دمه خفيف. تفضل وليد، سامح تطلع أنا برا الموضوع. لا لا خذ راحتك. يا هلا. وبعد الحين التطبيق يدعم مثل ما قلنا توأم في حالة الوجود توأم، وبعد في حال الأم حامل وبعد عندها مولود. يعني عندها مولود كمل 2 سنين وهي توها حامل، فتقدر التطبيق يقدر بعد يدعم الاثنين هايلة. زين. وغيرنا شكل التطبيق على أساس إنه تغير الاكسبيرينس يعني عند المستخدم، الانطباع عن التطبيق نفسه. ممتاز. ومددنا سنوات الطفل من 2 لـ5 سنوات.
صحيح. وضفنا الأغذية. أخوي وليد، أخوي وليد الآن التطبيق موجود في، يعني ممكن الواحد، التحديثات نازلة الآن يعني ممكن؟ أيوة موجودة، موجودة في الأبل ستور والأندرويد. طيب وليد، إحنا كانت عندنا ملاحظة على التطبيق، إن فقط كان 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 موجود محليا، يعني خارج دولة الإمارات الواحد ممكن ما يستفيد منها، أو مو بقادر أن شو اسمه يستفيد من المعلومات، لأنها مرتبطة برقم وبطاقة الهيئة الصحية. فهل هذا الكلام يعني تم؟ لا في عندنا يدرون ناس ينزلون، في عندنا نسبة تنزيل برا البلاد، بس مثل ما قلنا في عندنا خاصيات مثل تحديد الموعد، يعني تغيير الموعد، إلغاء الموعد، هذه الخاصيات موجودة طبعا عندنا نحن هنا في هيئة الصحة في دبي فقط اللي برا جايين لعندنا نحن. لكن بشكل عام في عندنا نسبة تنزيل برا البلاد، في السعودية، في كندا. جميل. وممكن يستفيدوا من المعلومات الموجودة، المادة المصورة والفيديوهات، الوسائل المتعددة اللي تشرح وايد مواضيع طبية. صحيح؟ صحيح. نعم. طيب أخوي وليد، أنا سمعت إن في بعض الأجهزة ممكن يعني تربط مع التطبيق، مثل دقات القلب أو يعني بعض الأشياء مثل موسيقى للطفل يسمع أو شيء كذا، ما أدري إذا لو تأكد لي المعلومة هذه إذا كانت صحيحة. شوف، عندنا في أشياء مربوطة بالأجهزة مثل جهاز الحركة فيتبت. أيوة. يسمونه هذا خاص بنفس الساعة يلبس على اليد، ومن خلال حركتك أنت يقيس أنت الخطوات والرياضة ولا الرياضة اللي سويتها خلال اليوم، ومربوط بالتطبيق نفسه. عندك الوزن، جهاز الوزن. وعندك بعد ضغط الدم، وعندك مثل ما قلت في جهاز مربوط، يعني إشارات السماعة، حزام يربط على البطن، يعني من خلاله لو ممكن تحط قرآن حق الياهل حق الجنين وهو في بطن أمه. أيوة هي. وبعد لو حابة تحط يعني اللي تبغى يعني. جميل 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 جدا جميل جدا. وبعد الخاصية نفسها متابعة مثل ما قلنا النشاط عن طريق الجهاز، الأغذية، الأدوية، متابعة للأدوية، وهذا بشكل عام. يعني معنات البرنامج هو رحلة من قبل يعني من الحمل إلى لين ما يوصل الطفل سن 5 سنوات. صحيح طبعا. أيوة نعم. اوكي شكرا. بعد نحن ان شاء الله ناويين نحط ضيف في النوم. ايوه زين. شرب الماء ومشاركه البيانات مع الدكتور، لان انت متسير عند الدكتور تراجع بيكون تقريرك جاهز قبل ما توصل. ايوه يعني انت قصدك ان هذه خيارات سوف تضاف يعني مستقبلا مع مع مع, مع التطبيق، يعني بتقيسونها كذلك. ايوه نعم. اوكي وليد، ما لو بغينا نعرف شو مدى تجاوب الناس بالتطبيق هذا، في هناك تنزيلات يعني ناس تنزل التطبيق هنا في دولة الإمارات؟ والله في صورة كبيرة يعني عندنا نحن ما شاء الله في الإمارات استخدام. هو يمكن وليد أنا أبغي أتكلم عن هذا الموضوع، لأن التطبيق اسمه طفلي، فهو موجه للأم والطفل. الآن فيصل يقول لي نزل هذا التطبيق واستفاد منه هو كرجل. أيوة نعم. فالتطبيق يعني أي تفضل. نحن عددنا لجلسة مع الدكتورة بداية، في هالجلسة الأم تمر، تكلمت عن الأم من خلال الحمل وما بعد الحمل، تمر بمراحل إنزين، مراحل نفسية صحيح، ومن مراحل بعد المراحل اللي يفر فيها الجنين نفسه بعد ما ينولد بعد كطفل يعني. فهي المفروض الأم تشارك فيها، يعني مو حصري للأم نفسه، المفروض هاللحظات بعد تشارك فيها أهلها، وبعد كزوج ولا عائلة المفروض تعرف الزوجة المراحل اللي تمر فيها. يعني مثل ما قالت الدكتورة بداية، الحرمة بعد الولادة تمر بحالة اكتئاب، ف يعني أشوف بعد ساعات أثناء الحمل بعد صحيح صحيح. يعني عموما بشكل حصري للمرأة للحامل نفسها، بعد للأهل بعد أساس يشاركونها زين. وليد نحن تأخرنا لما تواصلنا معك، لكن المشكلة يا وقت الفاصل علينا.
يعني وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. الله يوفقك جميعا. جزاك الله خير أخوي. شكرا يا سيدي. نطلع فاصل فيصل. إيه إن شاء الله. أنت اسمك فيصل وما نطلع فاصل. فيصل يقولكم نحن طالعين فاصل وانتظرونا على يعني دقائق إن شاء الله وراجعين لكم بإذن الله. شكرا لك. فاصل وما نوصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، يعني هنالك الكثير من المواضيع اللي ممكن نحن نتحدث فيها عن بعض الخدمات اللي تقدمها الهيئة في مختلف المجالات. يمكن بداية الحلقة نحن تحدثنا عن مبادرة اسمها وياك. هذه المبادرة هي الهيئة يعني أطلقت المرحلة الثانية من هذه المبادرة اللي تستهدف من خلالها 170 عيادة مدرسية في القطاع الخاص في دبي، وهذا ضمن الجهود اللي تقوم بها الهيئة لتطبيق أفضل الطبية المتعلقة بصحة وسلامة الطلبة. ففيصل أعتقد معانا الدكتورة ليلى المرزوقي. نعم، دكتورة ليلى المرزوقي هي مديرة إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور اخوي محمود، كيف الحال؟ لا انا وياك فيصل الحين اليوم ترى اثنين عندك انت محمود وفيصل في الاستوديو. هي الله يحفظك. والله انا ما اعرف ان صوتي حلوتي يعني مثل فيصل. كيف حالك دكتوره؟ اخوي محمود الله يسلمك. الله دكتوره، انتم عندكم مبادره وياك، اعتقد انه هاي المرحله الثانيه من هاي المبادره. هي نعم. زين، يا ليت تخبرينا، يمكن في ناس ما يعرفون عن المبادرة هذه، شو الهدف من هالمبادرة وإلى من موجهة إلى من؟ جزاكم الله خير على الاستضافة وعلى أهنيكم على هالبرنامج الناجح والجميل اللي نحن دوم يعني نطلع إن نسمع فيه وننتظر لي عشان نسمع الأخبار الجيدة من عن هيئة الصحة في دبي. طبعا مثل ما تفضلتوا أخواننا أن المبادرة هذه في المرحلة الثانية، إطلاق مبادرة وياك. المرحلة الأولى خلصناها وكانت على استهدفت العيادات الخارجية، أما المرحلة الثانية من المبادرة وهي الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي توثيق جسور التواصل مع القطاع الخاص من خلال زيارتهم ومن خلال زيادة الوعي وفهم القوانين والتشريعات اللي نحن نحطها كهيئة الصحة في دبي والمتعلقة بممارسة المهنة. ومن خلال نحن المبادرة هذه هي أساسها تحسيني وتطويري، وليس بمنظور أن نحن نوقع المخالفات على المنشآت الصحية. نحن اليوم المنشآت الصحية الخاصة يقدمون خدمات كبيرة في المجتمع وهم يخدمون المجتمع بشكل كبير، والمستثمرين اللي جايين لإمارة دبي نحن نحاول أن نوفر لهم سبل الراحة ونوعيهم بالتشريعات والقوانين المحلية والمتعلقة بممارسة المهنة. فعلشان كذي أطلقنا المرحلة الثانية من مبادرة وياك، وهالمرة ركزنا على عيادات المدارس الخاصة وركزنا على 170 مدرسة خاصة تم دعوتها، لأن العيادات اللي موجودة في المدارس هذه نحن نقوم بترخيصها. فقلنا أن نطبق المبادرة هذه عليهم علشان نوعيهم بالتشريعات مثل ما قلت، وكذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة وزيادة الوعي بالتشريعات، وكذلك التقليل من المخالفات الموجودة، المخالفات مش الموجودة، المخالفات اللي عشان ما يرتكبونها في المستقبل، وزيادة رضا المتعاملين عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي، وبالتالي هذا يعكس على زيادة ثقة المرضى بالخدمات الصحية المقدمة بالإمارة. وهذا المبادرة هذه مثل التقييم الذاتي، يعني نحن التشريعات موجودة الحمد لله
في الخاصة بالعيادات المدارس. نحن لكن نحن في المبادرة هاي قررنا إن نحط إيدنا في إيد المسؤولين عن العيادات هاي وننزل لهم الميدان ونوجههم ونشرح لهم التشريعات هذه، وإذا كانت عندهم أي استفسارات نقف عليها ونساعدهم في فهم هذه المعايير اللي موجودة. طيب دكتورة، أنتوا خلال المبادرة هاي رصدتوا أي يعني ملاحظات خلال الجولة هاي اللي قمتوا فيها مؤخرا؟ هل يعني هناك في التزام من العيادات المدرسية باللوائح والأنظمة التي يعني الموجودة؟ هي نعم في التزام في عيادات المدارس، ونحن نبي بس نأكد على الالتزام هذا، لأن التشريعات إذا في بعضها مثلا غير ما فهموها بالطريقة الجيدة نحن نركز على النقطة هذه، لكن الحمد لله التزامهم كبير. وطبعا هذه من القطاعات المهمة بالنسبة لنا، لأن صحة وسلامة عيالنا أهم من أهم الأشياء، والحمد لله التزامهم ممتاز أنا أقول، ولكن نحن بس سايرين أن نأكد على الالتزام هذا ونتأكد من استمرارية الالتزام هذا بما يضمن سلامة الطلبة اللي يراجعون العيادات هذه. دكتورة، أنت تحدثتي عن التقييم الذاتي وذكرت أن نحن يعني عمليات التفتيش هذه كانت للتقييم الذاتي وتشجيعهم على الالتزام بالمعايير. خلينا نعرف شو هذه المعايير اللي أنتوا تطلبونها من هذه العيادات. طبعا احب اتاكد ان هم الحمد لله ملتزمين بالمعايير، ونحن بالمبادره هذه ان نبي ناكد على استمراريه الالتزام بالمعايير هذه. المعايير هذه عفوا، المعايير هذه تتضمن المعايير الخاصة بحفظ الأدوية مثلا، المعايير الخاصة بالوقاية من انتقال العدوى مثلا على سبيل المثال، وكذلك معايير أخرى موجودة. ونحن الحمد لله من تجربتنا مع المرحلة الأولى من مبادرة وياك واللي أدت إلى أن نسبة تطبيق زيادة في نسبة تطبيق الالتزام بالمعايير، والحمد لله نسبة حتى المخالفات نزلت بنسبة 59%، ونحن الحمد لله العيادات هذه ما عندنا مخالفات عليها. يعني تقريبا كم زيارة تفتيتية وكم مخالفة حطيت وكم مخالفة نزلت تقريبا دكتورة، عندك هاي الأرقام؟ الأرقام هذه بالنسبة للمبادرة المرحلة الثانية ما عندي إياها، لأن تو بدينا المبادرة هذه، لكن المرحلة الأولى اللي استهدفنا العيادات الخارجية قمنا بزيارة 797 عيادة متعددة تخصصات وعيادات تخصصية وعيادات الطب العام وعيادات الأسنان في القطاع الخاص، وخففنا المخالفات من 344 مخالفة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس العام الماضي إلى 138 مخالفة خلال نفس الفترة من العام الجاري من 2016، وهي طبعا النسبة قلت ب 59%، وسبعة من العيادات هذه استكملت كل الشروط اللي نحن حطيناها وتم منحهم شهادات التقدير، وأنا ما أستبعد عيادات المدارس تكون بهاي الطريقة وبأفضل كذلك. أنا اللي عايبني في اسم المبادرة دكتورة وفيصل يعني وياك يعني نحن معاك بيد بيد، مو بيايين خالفك، نحن جايين نخليك تطلع بشكل أفضل، تلتزم بالمعايير هذه اللي بتنظم آلية العمل عندك وبتحقق الجودة اللي نحن نستهدفها. ها دكتورة؟ هي نعم، يعني أنتوا شركائنا وأنتوا مهمين بالنسبة لنا، والخدمات اللي تقدمونها مهمة، والمتلقين الخدمات هذه مهمين كذلك، ونحن يدا بيد نسعى إلى أن نوفر لهم أفضل الخدمات الصحية. دكتورة، أنت تكلمتي أن نتائج العيادات الخارجية طلعت عندكم وهي جاهز الآن وسمعناها ما شاء الله، يعني هذه المرحلة الأولى. المحين متى مرة ثانية بتراجعون نتائج موضوع العيادات المدرسية؟ متى ممكن تكون عندنا الأرقام موجودة، يعني مدى يعني الالتزام وتفاعل الجهات أو المدارس هذه بالأنظمة اللي أنتوا حطيتوها؟
هي الحمد لله الاستجابة الأولية كانت طيبة، إن كانوا يعني عدد كبير من أكثر من 170 مدرسة خاصة تم دعوتها، وأغلبهم حضروا ورشة العمل، وهذين من خلال ورشة العمل أبدوا استعدادهم على أنهم يكونون معنا في المبادرة هذه، وإن شاء الله نحن حاطينها لمدة 6 شهور ونشوف تطلع عندنا النتائج إن شاء الله. جميل. أنا برجع على موضوع شو اسمه المخالفة، أن نحن وياك نحن ما نبغي نخالفك، يعني هذا مبدأ جميل دكتورة. يعني أنا رجعت أتذكر من يومين قاري خبر أن شرطة أبوظبي كذلك أطلقت دورية سموها دورية السعادة، مبدأها في الأساس دكتورة أن ما يخالف المستخدم الطريقة والهذا، لا يوجهه يعلمه يقول له اللي أنت سويته غلط، القضية أنا ما أبغي أخالفك، انا بس انا اقول لك ان الموضوع اللي انت مسوينه غلط، وابغيك تنتبه حق هذه المساله. يعني هذه ثقافه جديده، ثقافه جميله، ثقافه تعزز مساله ان هي ليست جبايه للمال وانما تحسين للمجتمع ككل. هي نعم، هي كتحسين وحماية للمستفيدين من الخدمات الصحية الموجودة، وبعدين أنت تبقى يعني تضمن أفضل المعايير للخدمات الصحية اللي تقدمها، وهذا نحن هدفنا الرئيسي من المبادرة هاي. طيب دكتور، الآن تخلصتوا العيادات الخارجية والعيادات اللي موجودة في المدارس، ما هي الخطوة القادمة دكتورة؟ بعد ما خلصوا المدارس خلصتوا؟ لا يعني دكتور، يعني شو المرحلة اللي أكيد عندكم مخططات وأهداف يعني مستقبلية؟ خلصوا مرحلة ثانية يا ريال، بلاك مستعيل يوسف فيصل دوم يشوف قدام. أخوي فيصل هو سؤال في محله، لأن نحن عندنا نظرة إن شو الخطوة الثالثة راح تكون. جميل. طبقنا المبادرة هذه على العيادات الخارجية بأنواعها وعلى عيادات المدارس، والخطوة الثالثة إن شاء الله بتكون على المستشفيات الموجودة في إمارة دبي، ونحن في حين في مرحلة تجريبية، وجربنا الخطة على المستشفيات على 5 من المستشفيات، وإن شاء الله نتائجها تكون بتطلع إن شاء الله عن قريب، وبنعمم التجربة هاي على جميع المستشفيات الموجودة في إمارة. جميل. الحين ما دام سأل على المرحلة الثالثة بس أسعى المرحلة الرابعة بعد. ذات الله خير يا دكتورة، ما قصرتي. الله يسلمك يا رب. عندك كلمة أخيرة تبغي توجهينها دكتورة؟ جزاكم الله خير على الاستضافة، وأنا أحب أطمن كل الناس اللي يستفيدون من الخدمات الصحية الموجودة في إمارة دبي بأن هيئة الصحة في دبي بدعم ورئاسة معالي حميد القطامي، الله يحفظ إن شاء الله، نحن إن شاء الله بنوفر أعلى معايير خدمات الجودة لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية في إمارة دبي، سواء هم المقيمين أو اللي جايين زائرين للإمارة بقصد العلاج. طيب فيصل يبغي يسأل سؤال دكتور، يقول برا على الموضوع. دكتورة، أنا سمعت إعلان أن في دولة أجنبية مسوية معرض للعلاج للسياحة العلاجية. هنا. إنزين، أنا أعرف أنك أنت مسؤولة عن موضوع السياحة العلاجية دكتورة، صحيح؟ هنا. إنزين، طيب نحن الحين هل في نحن في عندنا خطط أيضا نحن نقوم بعمل معارض خارج الدولة لاستقطاب سياح للهدف العلاجي؟ سؤال جميل أخوي فيصل. نحن طبعا عندنا الأسواق المستهدفة لجذب السياح من الدول الثانية ودول منطقة الخليج، منطقة الخليج هي من المناطق المستهدفة ونسميها target market، وإن شاء الله نحن خططنا إن نتعاون مع دائرة السياحة أو إن نسوي بروحنا، يعني هاي في الخطط المستقبلية اللي حاطينها وإن شاء الله في طور الدراسة، إن نسوي يسمونها مثل الروت شوز، يعني أنت تروح دولة ثانية مثلا
خليجية أو غير خليجية، وتاخذ بعض الأطباء اللي موجودين الأكفاء اللي أنت يعني ذات التخصصات اللي أنت يعني تسوي له بروموشن ودعم، تاخذهم معاك وتروح تزور الدول هذه وتقوم بدعوة الفاسيليتيتر، هذيل الناس اللي يأخذون الناس مثلا من الدول الثانية يبون يمارس فيه بقصة العلاج، تروح دولتهم بدل ما هم يجون، تروح دولتهم وتقابل كل المسؤولين الموجودين والمسؤولين عن إبعاث المرضى للعلاج في الخارج، وتراويهم الأطباء اللي موجودين عندك. نعم. وهذه طبعا هذه خطوة من الخطوات المستقبلية إن شاء الله اللي احنا عندنا إياها. دكتورة ليلى، الحديث وياك لا يمل. كان يانا دكتورة ليلى المرزوقي، مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا لك يا دكتورة. حاضرين، يعطيكم العافية. الله يسلمك. الرسالة تقول لنا، رسالة تقول: التأمين الصحي لدى الزوجة والأطفال متى تنتهي المهلة، وهل في تمديد؟ محمود: ما في تمديد خلاص أصلا، هو كان مفروض شهر 6. أي ما عليه، هو يتكلم على تأمين الزوجة والأطفال الآن. في أكثر من حالة في هذا الموضوع، نحن باكر إن شاء الله منتناولها بالتفصيل. نعم، بتكون ويانا دكتورة حنان إن شاء الله باكر. يعني دكتورة حنان متخصصة أكثر في سعادة، اللي هو تأمين سعادة، ولكن ما يمنع أن هي ممكن تجاوب على بعض الأسئلة مثل هذه. لكن التأمين الصحي يجب أن يكون هنالك تأمين للزوجة وللأطفال وللمخدومين، وكل حد موجود في إمارة دبي، كل حد عنده إقامة في إمارة دبي، سواء كان مواطنين إمارة دبي ولا مقيم في هذه المدينة طالعت له الإقامة، فلازم يكون عنده تأمين. متى تنتهي المهلة؟ قلنا نحن 31/12/2016 آخر تمديد كان، بعدها بتكون في مخالفات إذا ما كان في تأمين. زين، هذا اثنين. ثلاثة، يا جماعة الخير، مسألة التأمين هي لحمايتكم، يعني أنت ممكن تدفع مبلغ بسيط. زين، لا قدر الله، الله يحفظكم إن شاء الله، ما يعني واحد ما يضمن شو ممكن يصير معاه وهذا، لكن يتوفر عليك يعني إذا كنت بتتلقى العلاج في أي مكان، مو مستشفيات الهيئة بس، في كل مكان يعني بتوفر عليك وايد، فأفضل لك أنك أنت تأمن، خصوصا أن محمود أن الهيئة جلست مع شركات التأمين وعملوا باقات يعني اقتصادية، خلنا نقول يعني غالب الناس يقدرون يحصلون عليها. طيب، السلام عليكم، اسم التطبيق شنو؟ قلنا تطبيق طفلي. طفلي اكتبوه بالعربي بيطلع لكم في الاندرويد والابل ستور، الابل ستور كذلك. اتقدم جزيل الشكر للاخ محمود مقدم برنامج صحه وسعاده، والتواصل معه تحت الهواء ان شاء الله. حاضر، نتواصل معاكم تحت الهواء باذن الله. اذا يعني عندنا وايد مواضيع ان شاء الله ما نتكلم عنها، لكن انا هني قبل اختم فيصل، ابغي اذكر شويه بمبادره جميله. هذه المبادره يعني اللي ابو عبد الله، مكالمه في عندنا وقت، يلا دقيقتين ابو عبد الله تفضل. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. عندي دقيقتين ابو عبد الله، دقيقه حقك ودقيقه اختم. زين، تفضل يا سيدي. كان عندي بخصوص تكلمون انتبهت لأن عشان الخدم والتأمين الصحي. نعم. كان عندي فترة خدامة وكان عندي إصابة بالرجل ووديته عيادة مستشفى راشد، والأخير دخلوها بأول بداية لأن كان عنده حالة طارئة، ما أخذوا عني أي مبلغ، وبعدها كان عنده موعد في مستشفى راشد. نعم. ووديت لهم بطاقة صحية فقالوا لي ما يشمل هذا الشيء. صحيح. فبغيت أتأكد مع الموضوع، يعني في قالوا لي يشمل في المستشفى، وفي ناس قالوا لي ما يشمل، وطرشوني. نعم. على مكتب مستشفى راشد. أي. تبع مكتب التأمينات الصحية. صحيح. فقالوا لي أفضل لك أنك تسير برا عيادات خاصة ولا تي عيادة تبع هيئة الصحة. هذا كلام غير سليم اللي قالك هذا الكلام من مكتب التأمينات. لا، ويمكن يقصد الفكرة وين أبو عبد الله؟ الفكرة أن الهيئة تعالج أي إصابة طارئة تعالجها مجانا. زين، بعد الطارة. زين، لا
اي اصابه طارئه، الطارئه هنا هم يحددون المتخصصين. انا ممكن اشوف انا صبعي بس ينجرح، انا بالنسبه لي هذه حاله طارئه، عرفت؟ لكن على سامحني انا برد عليك على السريع ابو عبد الله، وباكر بعد ابغيك تتابعنا زين، وبتصل فيك بعد كذلك على اساس انه تشرح حق دكتوره حنان الموضوع كامل. بس انا باختصار ابو عبد الله عشان وقت البرنامج، ان الحالات الطارئه الهيئه تعالجها من غير تكاليف، من غير رسوم، ولكن ما يترتب على مراجعات وكذا يجب ان يكون هناك رسوم. الافضل انك انت تامن، اذا امنت الخدامه انت مرتاح يا ابو عبد الله، لا بتدفع لا بتسوي لا هذا غير النسب المقرره حسب القانون يعني، فافضل لك انك تامن، والتامين الزامي عليك ابو عبد الله. وحتى في ناس خارج اماره دبي يبغون يستفيدون من هذه الباقات فيجون يامنون، حتى قاموا ياخذون التامين هذا اللي توفره شركات التامين حق المخدومين ب 550 للمخدومين، ما بين 550 الى 750 انت على حسب الباكج اللي تختاره يعني، او الميزات اللي تباها. عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنت أبغى أتكلم عن مبادرة جميلة لكن الوقت خلاص أزف معانا، كنت أبغى أتكلم عن مبادرة إعادة الأدوية والمنتهية الصلاحية، كيف ممكن نحن نعزز هذه الثقافة، لكن باكر إن شاء الله ما نتكلم عنها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف من خلف الميكروفون، وأيضا كان معي زميلي فيصل بن فارس، وفي الإخراج عيسى سبيل، وحتى نلقاكم إن شاء الله، وعندنا عبد الله ناصر محمد سليم زين، فحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، تقبلوا تحياتنا ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.